بداية وقبل أن أبدأ، اللهم فرجك يا قوي يا عزيز، اللهم ارحم موتى المسلمين ومن تبقى من أهلنا في فلسطين، اللهم آمين. فبعد شهور لما يحدث لم يعد الكلام أي معنى، ولم يعد الاستنكار أي وقع وصدى. كذلك المشهد الذي تحمل فيه أم ابنها الميت بين ذراعيها وأنت من خلف الشاشة تبكي ألما عليهما، والسؤال من الذي يجب أن يبكي على من؟ هذا حالهم، هم أصبحوا عند ربهم في العليين وقد تخلى عنهم العالم، أما نحن مجرد مساكين، فربما لم تعد مشاعرنا تدوم طويلا واعتدنا على ما يجري. اللهم نصرك القريب. تنبأت ليلى عبد اللطيف منذ عامين بالحرب على فلسطين وحدثت. ستشهد الأماكن المقدسة في فلسطين المحتلة اضطرابات وأعمال عنف مع حملة اعتقالات، والحدث الأبرز سيخرج من مدينة غزة. ثم في طوفان الأقصى انتشر لها مقطع تتوقع ما حدث أيضا. قتلى وجرحى وحالة من الهلع في قلب العدو الإسرائيلي، ومشهد هذا الحدث غير مسبوق. وفي هذه الأيام ومع بداية العام الجديد تنتشر لها مقاطع كثيرة عن تنبؤاتها للعام الحالي، توقعات وهمية. أرى حصول انتكاع شامل لشبكات الإنترنت عن معظم دول العالم والأسباب شكل مفاجأة كبيرة، أو نبوءات شيطانية. ستشهدون خلال المراحل القادمة أجسام غريبة في العالم مدمرة وقاتلة وهي تنتقل بسرعة البرق، وغيرها الكثير، لدرجة أصبح يتابعها ما يزيد عن 500,000 شخص في قناتها، وبعض حلقاتها وصلت لملايين المشاهدات، لدرجة أصبحت تقول عن نفسها أن توقعاتي تصيب، كما في العناوين: ما وراء كواليس، كهنة إبليس. شياطين القرن العشرين. في وطننا العربي عندما حولنا الشيطان إلى شوشو، وشاهدنا المسلسلات التي تخبرنا أن العدو الوحيد هو الإنسان، والأنمي التي تخبرنا أن الشيطان مضطهد وغلبان، أصبحنا نتعامل مع الشيطان ليس كعدو بل كشخصية ليس لها تأثير واقعي في حياتنا. فأصبح الشيطان يتفنن في إغوائك بل وإقناعك بأمور تجعلك تكفر بالله وأنت لا تدري، مثل مصدقين ليلى عبد اللطيف وغيرها. امرأة دجالة بامتياز، لو دخلت على موقعها الإلكتروني تجد خدماتها كالآتي: مثلا إذا تريد اتصال فوري لتتوقع لك ما تريد، سعر الخدمة 750 دولار أمريكي. هذا عمل دجالين محترفين، حتى أنه في إحدى البرامج قام المقدم بإظهار شكلها حصلت عليه مقابل نقل توقعات من سياسيين ورجال أعمال. عم جرينا شيء ما بدي أعمله، فضل أشوفه لو سمحت. بدي أشوف من فرنسا بانك ليلى عبد اللطيف. نعم. 150,000 دولار شيك بتاريخ 8/11/2012. ما إلك حق تجيبه. لا أنا لو بدي أعمل شيء عيب كنت حطيت الاسم وقلت يا سياسة. لتعترف بعدها أن قراءتها لتلك التوقعات من الورق هي عمل ولها مقابل مادي. لا بيشتغل ببلاش الحكيم. ما بيشتغل ببلاش، اكيد بخليك يمكن تموت على باب المستشفى وما ما بيفوتك الا ما يقبض. وليلى ما حدا بيشتغل ببلاش، ما بيشتغل ببلاش اكيد ما بيشتغل ببلاش. لا طبعا. ولكنه لا يكاد يمر شهر الا وتكون ترند في مواقع التواصل الاجتماعي ويصدقها الكثير. هذه الدوله سيحدث فيها حادث، وهذه الدوله سينجح رئيس الانتخابات، وهذه الدوله سيحدث فيها كارثه طبيعيه الى اخره. هذه ليست تنبؤات بل أخبار، ولكنهم يخرجونها في قالب التنبؤات ليصدقها كل ساذج. فلو تمعنت في تنبؤاتهم مثلا: تتعرض المغرب إلى هدة أرضية سيشعر بها معظم سكان المغرب وتسبب حالة من الهلع. أين التنبؤ؟ قبل تنبؤها أساسا يعتبر المغرب في المركز السابع عالميا في أكثر دول العالم تعرضا للزلازل حسب تقرير مؤشر المخاطر العالمي. وكذلك في فيضان ليبيا الذي قال الجميع أنها تنبأت به، بحث علمي نشر في قسم الهندسة في جامعة سبها قبل تنبؤها بكثير حذر فيه بكل وضوح من فيضان بسد درنا في ليبيا. يعني هي تنقل المعلومات التي في متناول الكل، ولكن في قالب تنبؤ فيصدقها كل ضعاف العقيدة. لذلك لا بد من التفريق بين الغيب النسبي والغيب المطلق. غيب نسبي، الآن البيت الذي شمال هذا المسجد الآن ما ندري ايش قاعد يصير فيه، فبالنسبة لنا غيب، لكن اللي قاعدين في البيت يدرون، فهو غيب بالنسبة لنا ليس غيبا بالنسبة لهم، هذا غيب نسبي. الغيب المطلق هو معرفة كل الغيب، هذا خاص بالله سبحانه وتعالى، لا يعلم الغيب المطلق إلا الله سبحانه وتعالى. ونفس الكلام ينطبق على العالم بين قوسين الهولندي الذي أوهم العالم بأنه يعلم الغيب المطلق بتوقعاته للزلازل. فحسب الإحصائيات في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي، سنويا هناك 500,000 زلزال يحدث في العالم أقل من 3.5 ريكتر، و20,000 زلزال يحدث سنويا 4 ريكتر، ومن 5 إلى 6 زلازل يوميا تحدث فوق 5 ريكتر على مستوى العالم، وهناك 16 زلزال 7 ريكتر يحدث على مستوى العالم سنويا. تخيل، منهم
1.8 ريكتر يكون سنويا، أي بمعدل 55 زلزال في اليوم باختلاف درجاته. تخيل. فأن تقول أن زلزال ما سيحدث في منطقة ما ويحدث، هذا أمر طبيعي وفق الإحصائيات ولا يستحق حدوث ضجة أساسا. يقول أستاذ الجيوفيزياء وعالم الزلازل في الجامعة الأردنية دكتور نجيب أبو كركي عن هذا الدجال الهولندي: يستغفر الجماهير ويتوقع زلزال في كل مكان في العالم، وعندما يحدث واحد منهم يخبرك أنه توقع، والحقيقة أن الإحصائيات عن أعداد حدوثها واضحة. هنا قد يقول أحدهم: وماذا عن توقعاتها الغير متعلقة بالسياسة والتي حدثت بالفعل؟ ربما سيصدمك الجواب، ولكنها ربما تتعامل مع الشياطين أو يتعامل لها. فالشياطين كما أخبرنا في القرآن الكريم والسنة النبوية تذهب في مهمات انتحارية صعبة جدا هدفها استراق السمع، فالجن يركب بعضه بعضا ليصلوا إلى باب من أبواب السماء ليسترقوا السمع إلى الأقدار التي قدرها الله من الملائكة في السماء، فيسمعون مثلا أن الله قدر لفلان ابن فلان أن هذه الواقعة ستحدث يوم كذا مثلا، فيقوم أعلى جني في هذه السلسلة بالتقاط هذا الخبر ويلقيه لمن تحته، ومن تحته يلقيه لمن تحته، ومن تحته يلقيه إلى من تحته، إلى أن يصلوا إلى أول شيطان يحمل هذه السلسلة الذي بدوره يخبر به الكهنة والسحرة. وهنا الملائكة طبعا بأمر من الله ترسل الشهاب الثاقب عليهم. يقول الله تعالى: إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب، فينزل هذا الشهاب على كل هذه الشياطين فيهدم هذا البرج الذي بنوه وصولا إلى السماء. هنا لو تفكرت قليلا تجد أن الشياطين فعليا يضحون بحياتهم، يقومون بمهمات انتحارية في سبيل أن تصدق هؤلاء الدجالين، في سبيل أن تكفر بالله عز وجل والعياذ بالله. ومن ثم يأتي شخص ويستهتر بالأمر ويستمع لهؤلاء الدجالين لا ويتابعهم، وينسى أن مجرد السماع لهم حتى بدون تصديقهم يجعل صلاته غير مقبولة 40 يوما. تخيل، فما بالك بتصديقهم. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. قالوا: يا رسول الله، فإنهم يحدثون بالشيء فيكون حقا كما يعتقد الكثير من الناس أنهم يصيبون. فقال رسول الله: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها 100 كذبة. يعني يأخذون تلك المعلومة ويكذبون حولها الكثير الكثير من الكذبات، وهذا يفسر أن كل توقعاتهم لا تصيب وقليل جدا جدا منها تصيب. فمثلا منذ 6 سنوات توقعت ليلى عبد اللطيف وبشكل جازم لا يقبل للشك أن من سيفوز في الانتخابات الأمريكية هي هيلاري كلينتون خلفا للرئيس أوباما، وأرى أنه مهما كان حجم المنافسة والتقارب بين المرشحين قويا فهذا لن يمنع وصول وزيرة الخارجية السابقة السيدة هيلاري كلينتون لتصبح رئيسا لأمريكا وسيدة البيت الأبيض. طبعا وهذا لم يحدث وفاز ترامب وغيرها الكثير الكثير من الكذبات. هنا قد يقول أحدهم: إن كانوا كذابين فبماذا تفسر تطابق توقعات الأبراج التي تقولها ليلى عبد اللطيف وغيرهم في حياتنا؟ الإجابة بكل بساطة أن أي شخص يستطيع أن يطابق توقعات برجك مع حياتك، بالتحديد إذا كنت ساذجا. توقعات برج الأسد لعام 2023، اسمع: طريقك مفروش بورد وشوك. الورد هيوصلك لطموحاتك العملية والمادية، لو ما انتبهتش لأسلوبك وطريقتك في التعامل مع الآخرين هتبقى بتمشي على شوك وهتخسره. من منا ليس في طريقه الورد والشوك؟ من منا ليس في طريقه الخير والشر؟ من منا إذا لم يأخذ باله من الأمور يقع في مشاكل؟ كلام ينطبق عليك وعلي وعلى جميعنا بتغير أسلوب الكلام لا أكثر، هو سحر الكلام كما يقولون. والآن نصل إلى السؤال المهم في هذه الحلقة. اقترب. لو ذهبت الآن إلى أي أحد من معارفك وأصدقائك وسألته: لو ظهر المسيح الدجال الآن هل سوف تتبعه؟ ستجده يقول لك بكل حزم: لا طبعا. ثم إذا فتحت هاتفه ستجده يتابع مشعوذين مثل ليلى عبد اللطيف وغيرهم. بوم. يعتقد أنه عندما يأتي الدجال الحقيقي بكل ما أوتي من خوارق حقيقية لن يصدقه. يعتقد عندما يأتيه بجنة ونار، عندما يقوم بأمر السماء بإنزال الماء، عندما يخرج كنوز الأرض من باطنها، بل ولديه قدرة على إحياء الأموات، ويقول لك بكل سذاجة بأنه لن يصدقه. لذلك أيها الأحبة، لابد علينا أن نعيد حساباتنا وأن نقيس مقدار الإيمان في قلوبنا، لأن في النهاية هذه الدنيا دار اختبار وابتلاء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. اللهم نصرك لأهلنا في فلسطين، ودمتم في أمان الله.